حيالله متابعين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا اليوم طالعين سفره الصيد الزرق والرخاوي. احنا جينا خيمنا على السكه، وابو عباس وابو علي موجودين مقابلنا. هنا نخلص المغربيه ونصيد ونروح نسوي لنا عشاء ونسمع لنا كم سالفه من ابو عباس، وبعدها نرجع ننوش ورزق على الله. انطونا لايك، واللي ما مشترك بالقناه خليه يشترك، ومشاهدة ممتعة. سرقار خاوي صيوم. قلت لك قلت لك قلت لك لا لا كفو. هاي شو فحل هذا؟ ها؟ فحل دبل هذا. والله عاشينك. نشوف ذا نزاج. ها؟ ايه نسوي هنا. ما جبت شواي مو؟ شواي ما جبتوا؟ لا شواي شيلها شيلها يا رب فيك كتبها هاي شنو مليانين؟ اي والله 50 واجد؟ كتلي كبيرة من الكتلي. هاي هاي بس التقينا بالجماعة وراح نسوي لنا عشاء. حيا الله ابو عباس. شلونك زين؟ شلونك انت؟ عاش ايدك. طبعا القاع مو متعدله، وابو عباس عدلها بالسياره. بالسياره فرد السياره ليه سويت الساحه محترمه مرتب انت مرتب. من زمان وراسي. اه. والله لان جدي كان عنده ارنب. سفينه عنده قبل. ترتيباتني خلينا نشوف ابو علي جاي يسوي. ابو علي طلع من المجمده ما حصلنا سمك. جواك الله. أول مرة جواك الله. ثانية فوق هذا الشمس مجمد. هو بعد مجمدينه تازه مجمدينه. رضاوي. أي بالله. شلونك؟ هاي نفتحها منه. إيه. على مود نعلقها بالقصبة. حلو. يا أخوي. هذا يسمونه شنو هي؟ مزقوف. ليش مزقوف؟ حلو. زرقة صحيح؟ هاي سنفور. هاي حتى لو عجة مو. هاي شوي كذا. ورينا قرمه كلها ماكو. هذا لما قاعد يذن اثنين بالبيت مجمدات صغار نطلع من ناخذها. بالوي هيك صارت الامور؟ اي والله. انا صدق ما رحت الصبح. بس ما راح نتمشى. ايه. طبعا شو راح تسوي لنا اليوم؟ ريس السمك هذا شو راح تسوي لنا ان شاء الله؟ راح نسوي لكم شيء خبز فطاير. حلو. فطاير مال هور اخوي على جمر. خلاص حكي. خبز عجينة مخمرة مسنعة وحلوة وندكة على جمر. عاش تيدي. يلا خلنا نضوك الله، هاي من زمان ما ضاقيها. والبطالة هذه في خافة ترسم. لا لا ما هاي الفطيرة ابو علي. يا اخوي الفطيرة هسه راح اجهز الجمر عزيزي وندكها. ندكها على الجمر. والله انا ميز ما شاء الله. لكن بخبزه. ابو عباس لا تضوج ولا تعيس همه. انا مسوي ندوق. نعتمد على ارواحنا اخوي، احنا هسه وين؟ بصحراء. ايه. فما نعتمد على النسوان. لا فعلا. ايه. بعد احنا وليد هور. هاي من الصغير للكبير. كيف تعرف الطبخ؟ كيف تعرف تشوي؟ والله كيف تعتمد على الفزه هنا بالهور؟ يا
بعد مفتور بالفران؟ انا لا تعلمت من فور. يعني كلها خبره مال فور. اي بعد المكان اللي خطفت بيه انت. ابو علي ما يدري القضيه شنو شلون خطفت. لما جيت الصيد قد يوم ابو علي. ايه. الصيد وطبقت عليه بيك عود انا رايح الصيد بعد مسافه تقريبا 4 كيلو 5 قدامي امشي مشي. طبقت البيك ما خلص عدوني. قلت له نازل يمك وين؟ قال شي نازل يمك؟ ايه احنا خاطفينك. قلت صدقوه؟ قال والله. خاطفيني علم ودي ايش يعني؟ قال خاطفينك بعد. قلت عم الله يسعدك. انا رجع لباب الله. انتوا تشاقون وين صدق نزلني؟ قلت له. يلا مخطوف مخطوف طز بالحياه كلها. بالعباس وفاضل لا تتعبون ارواحكم. ترى انا اموري تعبانه حيل. ايه. ها؟ ايه. مال فديه؟ شنو ترى؟ ايه. انا جقاري بالدين ما حد يطيني. وخلوني وياكم عاد اروح على ترس بطني يمكن الله التفت علي يعيش وياكم. ايه. وياكم شو تسوي تسوي؟ قال نزل نزل هذا مضرب. مضرب ما يبيل هذا. اذا انتم جزيتوني ردوا شوي بعد هذا المكان. قال شو قشمر؟ نعم وصحت ايش؟ والله يا عباس ها يا ابو علي يا الله بسم الله وين هذا البيت الغنص؟ زور زور عباس جيب لي الغلق مال الجذر بسولك فطيره الليله اخوي ايه تقول صدق هاي فطيره مال هور مسنعه وحلوه والله مرات ابو علي انت سوي كل ثانية هنا ما سوي. لا قمر هو عارف. بس. الفتيه بس. ودوا اللي وصل منها ما قضى. هسه 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 تقدر. والله منزل عليه الإضاءة. تهتم. مرات. عيني. عيني ما عيني بوي حبيبي انظر انظر هاي هسه شني هاي جهزت هلو هاي مرتبة عز الله مرتبة الجمر كيف مو لا هذا عوف هذا يحترق هسه لا ما يحترق لا عوف عوف لا تحط خله 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 هاي تسوي عباس مع الأسف عليك يا
يعني اختارين فطيرة من غير خبز موجود هو. لا ما خبز. رضا حصل حصل عباس ها ابو عباس والله شوف انا داخل ترى يمكن داخل ها شنو بو يسمع مد وين؟ بتخبر ها والله هاي العيون المشاهدين مو؟ اي يستاهلوا تحياتي للمشاهدين يستاهلون عم يشوفوا ابو عباس عيني عيني شنو السر اللي خلاك اليوم تسوي فطاير انت وابو علي؟ احنا دائما نتذكر تاريخ اهلنا واجدادنا ايه والله العظيم يعني يا اخي عيشتهم حلوه بسيطه فعلا فاحنا نرتاح لما نسوي هيك نتذكرهم يبا والله العظيم لا تبكين رحم الله والديك القصب القصب مخرب اي اي جمر اي جمر شوف هسه قد بيها فوائد هذه ايه وطيه شوي من عتر ما والكم انتم هالجيل لا يوالم يوالم يظل بيها طيب يفع شكرا عفوا الله حسين من خبز المعمل ها شنو خبز المعمل ورقة لذي تجيها عرضها خبزية ترجع كين ايش تصير ها كبيرة يقول كلينسة كلينسة ولازم سيريم صفط العالف لغاات واقف انت اي متخاصر متخاصر بالك عنه واحد يصيح سوى مشي يصيح يصيح وانا بعدهم هذا مش تبله هاي من امه هذا والله والله هذا قلت الجن الليلة شو جاب البلية ايه اي والله مرتب هاي على شنو؟ لا مو يمها ها هسه بدات يا الله مو بشوف بدات تحمص عم شوف ابوك شوف ابوك هاي فطيره خاطر انا ابوي يريد يطيح ناس اثرت بيه فطيره اقول لك اذا طاح هسه يسوي الوفاء اما شوف الماي الحلو يسوي لك قضاله فطيره كامله وحي الله القناص حبيبي رضاوي حي الله عبوسي واحلى لمة دائما منو؟ رضاوي يعني بنتي ما هي ناسيها هنا قلت له ذكرني بيها وناسيها شنو انت؟ حتى كان اذكرك بيها ها؟ لا ما بدك تذكرني والله عاشت ايدك انت عايد حبيبي عبوسي بدنا ملح وهسه هنا وقت الملح عشت ايدك والله هاي ننقلها وين؟ للجمر للجمر انتم عاد هم متابعين جيب الفطاير هنا خاف خاص الهندوس يا اخوي ما يصير مرتاح هذا هنا طلع خبز نوفا؟ يلا خلينا نصور الزني. صورك يا ابوي لحظه طلع لنا الرطب كذا رتبوا صفرك يا رتبوا. خليها مطبوع عباس. والله. بدون تحشيش. بدون تحشيش؟ ايه. والله حمرا. وبعد شنو وياها؟ وهي مثل سلايكات. يلا خلينا نشوفها. والله
ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمشاهدين ايه وحق الحسين شهيد يا شكر شكر رقيع. ها والله العظيم نعم رقيع. شو اسمه بالانجليزي؟ هقي هقي نقي بالليل نقي وبالنهار رقي. وها شو اسمه بالصينية؟ هذا شو اسمه شو اسمه زيت الفينش في الشاك هاي في الشاي. زين ابو عباس عرفنا الفيش وعرفنا الهقي. اي الفطيرة شو اسمها؟ فطيرة 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 مال هوب. يلا يعني ايش بيها طعم فطيرة هوب. يلا اخوان سلامكم العافية وترقبوا الصيد باشر ان شاء الله. ويدك ابو عباس ما احسن شوف العالم هذا والله شوف بس بحصل شو حلو كاس احمر ابويا حبيبي